السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن رسومات الستنسل. رسومات الستنسل دي عبارة عن قطع بتتشري من عند بتاع الدهانات وبتترسم على الحيطة، بتتثبت على الحيطة وبتترسم بأي لون انت عايزه، ورسومات يدوي كمان في نفس الوقت. فالنهاردة ان شاء الله جايب لكم مجموعة صور جميلة جدا هتعجبكم ومفيدة. طبعا رسومات للصلاة ورسومات لغرف النوم وللأطفال جميلة جدا، وحاجات سهلة التنفيذ. الرسومات بقى اللي بتدي منظر لورق الحائط والحاجات ديت، طبعا ميزة الجناب ديت ان هي شكل ورق الحائط بالظبط، تاخد طبعا الورنيش بتاعها وتبقى شكل ورق الحائط جميلة جدا. طبعا في ناس بتستخدم الرسومات ديت بدل ورق الحائط، لان طبعا عارفين ان ورق الحائط غالي شوية، فدي بيدي منظر نفس الشكل بالظبط وجميل واستعمالي في نفس الوقت برضه عشان الاطفال وكده. دي غرفة اطفال، كل الشغل ده برسومات بتتشرى من عندي بتاع الدهانات، ودي طبعا بتتثبت وبيتعمل اللون اللي انت عايزه، دي باللزق طبعا، ونفس الفكرة برضه، حاجات كلها سهلة وبتدي منظر للمكان. في ناس طبعا بتحب الالوان اللي هي السادة، طبعا موجود على القناة الالوان ديت لو انت عايز منها، او مثلا مهتم بالدهانات بتاعتك تكون سادة. كل جديد وكل دهانات المنازل موجود على القناة، فطبعا اعمل لايك عشان كل جديد ننزله يوصلك من كل اي ديكور للمنازل موجود. دي حاجة جميلة جدا بقى في الصالون كده، طبعا الورد الخفيف بقى والحاجات اللي انتوا بتحبوها ديت. دي طبعا غرفة اطفال بناتي جميلة جدا، شغل بقى السير دي والحاجات دي. ودي غرفة اطفال اولاد، دي رسمة بسم الله ما شاء الله، حاجة راقية كده وحاجة حلوة، حاجات كلها يعني تنفع في اي مكان عندك. والقلوب دي طبعا واللاف دي طبعا بتمشي في غرف النوم، دي يمشي في صالة طبعا. كل الشغل ده طبعا رسومات، ساعة ما بتاخد ورنيش بتبقى حاجة يعني بيستعملها حاجة كويسة عن الورق كمان، لان احنا عارفين ان الورق محتاج مكان يكون مفهوش طبعا اطفال كتير، لان الاطفال بتبهدل الورق زي ما انتم شايفين كده، نفس الورق بالظبط، يعني تحس ان الجنب ورق حق. طبعا لو انت جديد او استفدت من الفيديو اعمل لنا لايك عشان يوصلك كل جديد من دهانات وديكورات المنازل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.